جميع عمليات الصرف بواسطة الشيك غير قابل للتغيير والمصرف أو التحويلات البنكية ضمانة لدقة الحسابات، يعني أي حاجة كتصرفها الجمعية كتكون مضبوطة، وتقوم الجمعية وفقا لمصدرها من جانبها العمل بتكليف خبير بالحسابات لإجراء التقرير المالي على كل العمليات المالية والنفقات المرتبطة بالأجور السائقين والعمال والمستخدمين مع موافقة الجامعة تقرير الخبرة المالية في أجل ليلة عدة 3 أشهر بعد انتهاء كل سنة مالية. يعني هذه المسألة كانت خلق لنا عائق ديما في المسألة ديال الدفع ديال المستحقات ديال الجمعية، يعني التقارير كي كاين جميع المؤسسات راه ديما في شهر 31/3 كيتقرا التقرير ديال السنة اللي فاتت، وبالتالي مشينا في هذا التوجه هذا المشروع ديال التفاقية السيدة الرئيسة. نعم. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.